أهل الخير، يا أهل القلوب الرحيمة، يا شعب مصر. أنا والد الطفلة كنزي محمد عبد الله أبو العينين، طفلة الحضانة، طفلة 2 سنة و10 شهور، طفلة متغيبة من الحضانة، خرجت من باب الحضانة، أمها سلمتها الحضانة الصبح في ميعاد الحضانة، راحت استلمها من الحضانة ما لقيتهاش، لقيت شنطة بنتي ما لقيتش بنتي، لحد وقتنا هذا بنتي ما أعرفش عنها حاجة، ولا أعرف هي فين، ولا أعرف عنها حاجة. حد يدلنا على بنتي يا اهل الخير. صفحه ما حدش يسال صفحات الانترنت خالص. بنتي ما زال متغيبه وما اعرفش عنها اي حاجه. اي خبر ينزل على النت غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. انا بطلب من الدنيا كلها، كنزي، كنزي بنتي، اهي كنزي، صوره كنزي ترجع لي تاني في حضني، كلمه بابا، كلمه بابا ترجع لي تاني. مش عارف بنتي فين ولا اعرف عنها اي حاجه، ولا اعرف بنتي فين، ولا اعرف على اي حد. اي حد، اي حد يرجع لي بنتي، اي حد ياخد عيني، ياخد روحي، يرجع لي بنتي. والله انا راضي بقضاء الله، بنتي حيه ترجع في حضني، اخدها في حضني. بنتي ميته اغسلها واكفنها وادفنها وارتاح. نار تبرد، نار، ونار امها تبرد، واهلي نارنا كلها تبرد. انا في العاشر من رمضان مش لاقي بنتي. محدش يا جماعه عايز يصدق ان بنتي رجعت. اقسم بالله بنتي ما رجعت ولا اعرف عنها حاجه. مباحث اسم تاني ومباحث المديريه وكله شغالين معايا زي الفل، من اول اللي هو عمرو بيه رؤوف مدير المباحث ورئيس مباحث المديريه ورئيس مباحث محمد بيه عبد الغفار، شغالين وعلى علم بكل حاجه ان بنتي والله ما رجعت. ليه الناس بتقول ان بنتي رجعت؟ وليه بيقولوا ان لقوها في الزقازيق؟ ما حصلش. حد يدلنا على بنتي، حد يدلنا على كنزي، كنزي، كنزي 2 سنة و10 شهور، كلمة بابا، كلمة أبويا، كلمة يا محمد. بالليل تنام تقول لي خير يا بابا، خير، وتطبطب عليا وتنيمني. تعبان وجاي من الشغل بالليل تعبان، تقول لي بتطبطب عليا وتقول لي معلش يا بابا، معلش يا بابا. تنادى على أمها، شاي محمد، أدى شاي محمد، شاي لمحمد. ما اقعدش اكل على الارض، انا لازم اقعد على الارض واربع رجليا الاثنين عشان تقعد على رجلي وتاكل وتحط اللقمه في بقها وتشيلها من بقها تحطها في بقي. يا كده ما تعرفش هي تاكل ولا اعرف انا اكل، والله العظيم ما بعرف اكل. والله العظيم بخرج الصبح ما باكل اي حاجه الا ما بقول لها راح اكل. كل زملاتي في الشغل ولو زملاتي سامعين، ناكل اقول لهم اروح اكل في وسط عيالي، اكل مع كنزي. زملاتي كلهم عارفين ان انا بتصل على كنزي ويسمعوها في التليفون، كلهم متعلقين بكنزي. الدنيا كلها متعلقه بكنزي. اكتر بقول لكم اكتر مني. دي روحي. دي اول فرحتي. الحاجه الوحيده اللي كنت بتمناها من ربنا وكنت اقول لوالدي الله يرحمه نفسي اتجوز واشيل خلفتي. كانت اول فرحتي. أول فرحتي على 38 سنة كنزي راحت مني بسبب حضانة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله في الحضانة، في الحضانة اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. فتحوا الباب وخرجوا بنتي ولا ودوها فين؟ حضانة توحيد الأنوار المحمدية في العاشر من رمضان المجاورة 37. سابوا الباب مفتوح، خرجوا بنتي، فتحوا الباب خرجوا بنتي الله اعلم بيها. ليه؟ اشمعنى بنتي الوحيده اللي خرجت من الحضانه وشنطتها ما زال لحد النهارده من يوم الاربعاء اللي فات لحد دلوقتي بنتي، بنتي من شنطتها في الحضانه باكلها بشربها بكراستها بحاجتها. يا اهل الخير اقفوا جنبه وساعدوني، اقفوا جنبه وساعدوني ان انا الاقي بنتي، ساعدوني الاقي بنتي. يا فعلا يا خير، انا محمد عايزة أي حد يساعدنا يدلنا على بنتي، بنتي وحشتني، بنتي بقالها 5 أيام متغيبة عني، عايزة أشوف، عايزة ألبس، أمسك إيديها بس حتى، وحشتني أوي، وحشتني، دي دمر، عايزة رد عليا يا رب رد عليا. بجيب بنتي من الحضن انا مش موجوده.
وانا مسلمة عليهم الصبح. يقولي لا ده مش يد، مش يد. يقولي لا ده يد مع الدادة، هي مسؤولية الدادة. انا من امور الدادة، انا عايزة بنت، عايزة بنت. اي حد يساعدني تجيلي، اي حد يساعدني.